نعم وعلينا ان احنا نربط استاذ عماد، الحكايه يعني دي. ممكن نستاذن حضرتك يعني تبقى معنا على الهاتف، نذهب سريعا الى روسيا وتحديدا الاستاذ تيمور ديودار مستشار قطاع الاعمال والعلاقات الدوليه. صباح الخير يا استاذ تيمور. صباح الخير. يعني في البدايه عاوزين نطمن من حضرتك على الجاليه المصريه في روسيا. في روسيا زي الفل. انا عايز اطمن اهالي الطلبه المصريين في أوكرانيا، أنا على تواصل مع طلبة من خاركوف، من كييف، نعم في المخابئ من الصبح، ما فيش أي حاجة بتحصل في المدن ومش هتحصل إن شاء الله. تم قمع بعض البنية التحتية الأوكرانية للقوات الأوكرانية، فده أهم شيء كنت عايز أقوله. بخصوص الحوار مع زميل معاكم، سعر الحديد، سعر الذرة، سعر يعني الحديد، الفحم، الذرة، القمح، السكر، كل الكوموديتيز هتبقى، هتلاقوا اسعارها دلوقتي في زياده 25%. نعم. المشكله هتكون على الكل. صحيح. الخطر الاكبر ربما المواجهه مع الغرب، الحرب دي او العمليه دي مش مواجهه ضد اوكرانيا، انما ضد الولايات المتحدة والأطلسي. فإحنا في انتظار طبعا تطورات، أو نعيش مع تطورات خطيرة تاريخية. أستاذ تيمور، بما أن حضرتك يعني موجود في روسيا، حبنا أعرف من حضرتك ردود الأفعال. ردود الأفعال من ناحية تأييد يعني العملية دي ولا أي يعني ردود ردود أفعال؟ الأفعال عقب الإعلان عن هذه العمليات العسكرية؟ طبعا بالنسبه للروس والاوكران صدمه. يعني انتوا لو فتحتوا الانترنت هتلاقوا مدن كييف، اوديسا، خاركوف عاديه، والناس رايحه الشغل وكده، لكن علشان ما حدش عايز يصدق حتى في ان الروس بيحاربوا الروس. ف يعني معنويا مش مستوعبين بجد، يعني تعتبر مأساة وكارثة للشعب. احنا شعب واحد، الروس والاوكران. فربنا يستر العملية تعدي على خير. شجار سياسي بين السياسيين، ومش عايزين نكون ضمن القصة دي كشعب كمواطنين. طيب أستاذ تيمور، يعني بحسابات المكسب والخسارة وبالنظر إلى الجانب الاقتصادي، ما المخاطر التي يمكن أن تحملها هذه الأزمة إلى العالم؟ المخاطر زي ما الزميل ذكر، أكبر موردي القمح والذرة وزيت الطعام، الزيت العادي اللي بنشتريه في المحلات، أوكرانيا وروسيا. في الأرجنتين، في كندا والولايات المتحدة، لكن النسب المحاصيل بتاعتهم مش هتكون قد كده. لا. فبالطبع ده هيؤدي إلى مشكلة في تضخم في الغذاء. نعم. والحديد والطاقة هيضربوا طبعا فوق العرضة. نعم. للأسف. أستاذ تيمور، يعني حضرتك في بداية الحديث تحدثت عن يعني ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية بتدمير البنية التحتية الأوكرانية تحديدا للقوات الجوية الأوكرانية. أيضا هناك حديث من الجانب أو من الطرف الآخر من أوكرانيا تحديدا بإسقاط 5 مروحيات أو 5 طائرات روسية بالإضافة لمروحية. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ صدقني لا أدري، لأن المروحيات تستخدم في دعم الغزو البري. بيحصل فعلا، أنا على تواصل مع الزملاء من أوكرانيا. لا. في توغل، لكن ليس كما هو يصور. للأسف الشديد الكل يستطيع الدخول على الويب كامز للمدن الأوكرانية، وسوف يعني تلاحظون هدوء. لا توجد قوات روسية في المدن، وهي لن تكون هناك. يعني تم الغزو، نفترض يعني تدخل في الداخل الأوكراني، هيحوطوا المدن الكبيرة، مش هيبقى في تدخل ولا حرب شوارع ولا
كلام الافلام ده، علشان احنا شعب واحد. أكيد. بخصوص المروحيات والكلام ده ما فيش داعي نصدق دلوقتي اي اخبار جايه جديده، لازم التاكد منها. طيب، في تصريحات دلوقتي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيقول فيها ان بوتين اختار اراقة الدماء في اوكرانيا، يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟ تحريض غربي متواصل على مدار الثلاث شهور اللي احنا مشاهدينهم في الخلاف بين موسكو وواشنطن، وطبعا الحليف الاساسي لواشنطن لندن، والعدو اللدود عبر القرون يعني لروسيا. نعم. لندن. فده تحريض تحريض تحريض. والمشكلة القائمة دلوقتي ان روسيا لقد بلغ السيل الزبا بها من انها تستحمل استخدام اوكرانيا ضد روسيا. وأحب أن أذكركم أن الأوكران بعد الانقلاب في 2014 الجماعة الانقلابيين غيروا بدعم من أمريكا، غيروا الدستور وحطوا في الدستور سطر أنهم هيكونوا أعضاء في حلف الأطلسي، وده خط أحمر طبعا، فهم عملوها ودلوقتي بيدفعوا المسؤولية. ثمان سنين كان في حوارات، كان في كل شيء كان موجود، انتهى الموضوع واضح كده. حتى الرئيس يعني بصراحه انا مستغرب ان الرئيس الروسي وعمره ما اتكلم مع الرئيس الاوكراني، مع ان الرئيس الاوكراني لما انتخب حاول يتقرب من روسيا. في حاجه في 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 عقل السيد بوتين ما كلموش ليه ما اعرفش، لكن زيلينسكي الرئيس الاوكراني قال النهارده انا حاولت اتصل ببوتين ما ردش عليا، ما معناها ان بوتين مش معبره، لانه معتقد ان هو التابع للاداره الامريكيه ومضار من قبل الاداره الامريكيه. فالموضوع سياسي بحت للاسف الشديد، وكلنا هنتضرر منه كشعب الكره الارضيه ومواطنين الكره الارضيه.